يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. والسلام عليكم العواش المبروك على المغاربة كاملين. كنتمنى نشوف في التلفزة في الإذاعة المغرب نشوف الإذاعة نشوف التلفزة المغربية نشوف إن شاء الله البرامج الدينية ونشوف القرآن والأذان في الوقت. كنتمنى نشوفوا شي حاجة ثقافية مفيدة بعد الإنسان يستفيد فيها في البرنامج، ماشي ضروري تكون ديك الترفيه وديك النشاط الخاوي، لأن رمضان كامل خصنا نستفدوا فيه شي حاجة أهم. في رمضان القرآن الكريم والحاجة اللي كيبغي الشعب المغربي كامل. برامج كاملة مزيانة المغرب الحمد لله. كنبغيو نشوفوا شي حاجة دينية اللي كنستافدوا منها وكتستافد منها الأمة وتستافدوا منها الدراري الصغار، شي حاجة المهم اللي في المستوى، ماشي نشوفوا شي حاجة اللي ما كتليقش بالمجتمع المغربي. فكاهة أفلام ترفيهية صافي، شي برامج دينية الله يجعل بارك. برامج اللي كنبغي نشوفهم في رمضان كاين ديك برنامج ديال كنزة في الدوار، ديك اللي كيعملوها من جمعة لجمعة، قصة الناس صافي، كاين افلام قصيره كيعملوها مزيانه صافي. حتى هي مزيانه تنتصنتوا ليها هكذا تابع الدينيه مزيان شويه هكا وشويه هكا، ما شويه ماشي ضروري يكون بزاف. يعني صراحه هاد القنوات اللي كنشوفو دائما كنشوفهم الاغلبيه ترفيهيا كيدوزوا غير الضحك، يعني ملي تتودل المغرب حتى السحور كلشي ضحك وحنا هكا ما كنستافدوش، على الاقل خصنا نستافدوا شويه. يفوجوا على بنادم شويه، بنادم ما يبقاش مقاوم ديك الخدمه اللي هي نهار كامل خدام مع الصيام مع المغرب هذاك باش يكون افطار حلو. افلام مغربيه تكون زوينين تضحكوا في شهر رمضان تكون مزيانه. ديال تعجبوني افلام ديال الفؤاكة ديال الضحك هما اللي تعجبوني انا اللي ترتاح عليهم بزاف. وان شاء الله الله يدخلوا المغاربه كاملين بالصحه والعافيه ويدوز مزيان.